السلام عليكم متابعي الكرام، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد وشرح جديد على قناة نسيم. مرحبا بكم متابعينا الكرام، ان شاء الله تكونوا كلكم بصحة وعافية. اخوتي مرحبا بكم، اذا كنت جديد في القناة فضلا وسع امرا اشترك ليصلك كل جديد. اخوتي بسم الله والصلاة على رسول الله. كما تلاحظون اخوتي انا الان في محفظة سويت كوين وباقي 4 ايام و23 ساعة، يعني تقريبا 5 ايام لكي تدرج عملة سويت كوين كعملة رقمية في سوق العملات الرقمية. هنالك عدة ملاحظات اخوتي، ان العملة لا نعرف حاليا كم سعرها اخوتي، ولا نعلم بما كيف سوف تنطلق، يعني كيف يكون السعر المبدئي لهذه العملة. لذلك لا يمكننا معرفة سعر العملة حاليا. اي شخص قال لك أنا أعلم سعر العملة عند الانطلاق فهو يكذب عليك. لا أحد إخوتي، هذا أمر خاص بالشركة سويت كوين. بالنسبة لي الأسئلة التي تريدني على في القناة عن فتح محفظة سويت كوين، هناك عدد من الأشخاص لقوا الكثير من الصعوبات فيما يخص فتح المحفظة، ولكن أنا قلت لكم هنالك حل إخوتي، وطرحت هذا الحل قبل أن يقفل سويت كوين إرسال نقاط بيومين أو 3 أيام. طرحت لكم الحل، ولكن للأسف قام سويت كوين بحظر إرسال نقاط من محفظة إلى أخرى أو من تطبيق إلى آخر. بما أن عملة سويت كوين المستقبلية إن شاء الله هي أقوى عملة إخوتي في التداول حاليا في التعدين عن طريق المشي. نعم طريقة المشي إخوتي، التطبيق أو الشركة لن تغير سياستها هذه، فقط المشي هو المهم، لأن أصل الشركة هي شركة مشي إخوتي والرياضة، هي تحفز الناس على المشي وعمل الرياضة وتقوم بمكافأتهم. بالمناسبة إخوتي أعتذر عن كل شخص لم أقم بالرد عليه في التعليقات إخوتي، للكم الهائل من الرسائل أنا أحاول الإجابة على القدر الكامل من الرسائل، وإن شاء الله قريبا سوف أقوم بربط وضع حساب الإنستغرام ليكون التواصل سهل مع المشتركين. وهنا لك جديد إخوتي، أنا أبحث الآن في مواقع التواصل الاجتماعي وعن طريق المواقع الرسمية لأتي لكم الجديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.